إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساكم أحلى يا مساكم، مساكم أحلى، مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب اف ام، يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب اف ام، أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا مساء الخير، مساء النور مستمعين إذاعة الشباب، أهلا بكم مع فريق عمل مساكم أحلى. في الإخراج مريم بنت محمد العجيلي، المتابعة والتنسيق لسيف بن سعيد الهلالي، إعدادا وتقديما عدنان بن عبد الله الميمني. أهلا بكم وأيامكم نوفمبر. لفتت كريم وجود وإحسان والفخر لمسندم بلقياك، والواقع الملموس برهان كل انهتف باسمك وحياك، هيبة وفخر وجلال وشان أرواحنا مولاي تفداك، والواقع الملموس برهان كل انهتف باسمك وحياك، هيبة وفخر وجلال وشان أرواحنا مولاي تفداك، يا قائد والشعب يمناك يا خير سلطان. زادت بها حسن التدابير قليل من مثله في الوجود، مولاي ميزنا عن الغير، المنجزات الشامخة تجود تشهد ولا تحتاج تبرير، عشنا كرام بأنس وسعود ما نشتكي مولاي تقصير، المنجزات الشامخة تجود تشهد ولا تحتاج تبرير، عشنا كرام بأنس وسعود ما نشتكي مولاي تقصير. عمان شرفتنا يا خير السلطان. أهلا بكم مستمعينا، أهلا بمستمعين إذاعة الشباب، مساءكم وطن، مساءكم عطاء لهذا الوطن، وبداية لمشوار مسائي جديد يجمعنا بمستمعينا من مختلف محافظات وولايات السلطنة. إذا نبدأ صفحاتنا المسائية وفقرات مساكم أحلى عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أخبار وأحداث،
انطلقت في بروناي بندر سيري بجون صباح اليوم فعاليات الأيام الثقافية العمانية تحت رعاية صاحب السمو الأميرة مسنة بنت السلطان حاج عمر علي سيف الدين، وطبعا أيضا بحضور معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية. متابعة لهذه الفعاليات ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف مباشرة الزميل محمود بن سعيد البلوشي موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان من خلال التوضيح طبعا لأبرز الفعاليات أيضا في هذه الأيام الثقافية العمانية. محمود مساء الخير ومرحبا بك معنا. مساء النور أخي عدنان، ومساء الخير أيضا لجميع المستمعين الكرام. نرحب بالجميع من هنا من بروناي دار السلام، يعني هذه الدولة وهذه السلطنة الجميلة والخضراء، والتي لربما يعني تعيش هذه اللحظات لحظات ماطرة، فعسى أن تكون يعني هذه الرسالة واضحة أيضا بالنسبة لكم، كما أتمنى أيضا أن تكون الأسئلة من عندك أخي عدنان أيضا يعني أوضح بإذن الله. عموما عدنان، انطلقت اليوم بحمد الله وتوفيق فعاليات الأيام الثقافية العمانية اللي إن شاء الله ستستمر لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم وحتى يوم 15 من نوفمبر الجاري. حفل التدشين أقيم صباح اليوم تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة حاجة مسنة بنت السلطان حاج عمر علي سيف الدين كبيرة السفراء بوزارة الخارجية والتجارة في بروناي دار السلام. أيضا حضر حفل الافتتاح من الجانب العماني رئيس الوفد العماني معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الحفل كان جدا ممتع أخي عدنان، كما لمسنا ذلك يعني على وجوه الحضور، حقيقة والحضور رفيع المستوى يمكن القول الذي أتى مع صاحبة السمو الأميرة، الوفود الدبلوماسية من مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة كانوا حاضرين في هذه الأسبوحة في حفل الافتتاح الصباحي لهذه الفعاليات التي ضمت مشاركين من السلطنة حقيقة من مختلف الجهات، تجاوز عددهم أكثر من 40 مشارك يمثلون جهات مختلفة، لربما على رأسها وزارة التراث والثقافة، وزارة الإعلام، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وزارة السياحة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أيضا الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، نادي التصوير الضوئي كذلك، وأيضا الهيئة العامة للصناعات الحرفية. إذن الحضور كان كبير جدا من الجانب البروناوي لمشاهدة تفاصيل هذا الحدث الذي انطلق اليوم. إن كنت ستسألني عن فترات الحفل أخي عدنان، والصوت ماطر الآن، والفعاليات مصاحبة وأنا حاس بالمطر. تفضل إن شاء الله. ونتمنى أيضا أن السلطنة يأتيها نصيبها من هذه الأمطار بإذن الله، سقيا خير بإذن الحفل الله. كان يحتضن على عدد من يعني التفاصيل المهمة، لربما كان أهم هذه التفاصيل انه كان هناك كلمه لرئيس الوفد العماني معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي ذكر فيها كثير من الامور، واكد يعني على ان الرساله الثقافيه التي تحملها هذه الايام الثقافيه لربما تاتي لتعميق المعرفه، تقويه العلاقات التاريخيه والحضاريه. نحن نعلم حجم العلاقات التاريخيه بين السلطنه ودول شرق اسيا، ايضا العراقات بين السلطنة وبروناي كانت أيضا حاضرة. ولا ننسى أن أيضا هذه الأيام الثقافية أخي عدنان تأتي تتويج لثلاثين عام، لمسيرة 30 عام من العلاقات الدبلوماسية الناجحة المثمرة الإيجابية التي تمضي يعني قدما تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، تمضي قدما بشكل متفان، بشكل إيجابي، بشكل مميز، لدرجة المنافسة نحو السلام، نحو المجد بين شعوب دول العالم ومختلف الحضارات. هناك حقيقة كثير من الفعاليات إن شاء الله ستكون حاضرة خلال الأيام القادمة. اليوم لربما كان التركيز على الحفل الرسمي، حفل التدشين، ولكن الأيام القادمة أيضا ستكون مخصصة للزوار، لطلبة الجامعات، لطلبة المدارس، للوفود الأخرى من المواطنين البروناويين، من المقيمين، من الجاليات أيضا لزيارة هذا المعرض والتعرف على تفاصيله.
عدنان وأنا أحدثك الآن أنا وزملائي من الهيئة العامة لدعوة التلفزيون نقوم ب يعني اللمسات الأخيرة لإرسال المواد التلفزيونية والتقارير الإخبارية للإذاعة والتلفزيون. وعلى الجانب الآخر أيضا زملائنا بالإضافة إلى الوفد الرسمي بالإضافة إلى المشاركين هم في هذه اللحظات أيضا موجودين لدى معالي وزير التراث أو عفوا معالي وزير الثقافة والرياضة والشباب. هم مدعوون حقيقة بكل سعادة من قبل معالي الوزير لحضور حفل العشاء الذي أقام على شرفهم رضا منه وسعادة بما أنجز خلال هذا اليوم. وحقيقة لمسنا ذلك من خلال الجهود يعني الكبيرة المبذولة من كل الفرق القائمة على هذه الفعاليات من قبل الجانب البروناوي. لمسنا تعاون فعلا يعني يستحق عليه التقدير والثناء منذ اليوم الأول. فإذا كانت كل هذه الجهود موجودة في اليوم الأول أنا متأكد من أنها ستزيد إن شاء الله خلال الأيام القادمة وهي رائعة بإذن الله. يستحقوا منا جميعا كل الشكر والتقدير. إذن نحن سنتواصل أيضا بتفاصيل كثيرة جدا خلال الأيام القادمة بإذن الله زميل محمود، ومن خلال أيضا تواصلكم مع إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب وأيضا مع البرامج التلفزيونية عبر تلفزيون سلطنة عمان لهذه الأيام الثقافية العمانية. بإذن الله. شكرا لك أخي عدنان، ونتمنى إن شاء الله أيضا من المستمعين أيضا الكرام الاستمتاع بإذاعة الشباب وأيضا الاستمتاع بما سيرد أيضا على شاشة التلفاز أو شاشة تلفزيون سلطنة عمان من تقارير مصورة قد تنقل ولو صورة بسيطة عما دار اليوم في حفل التدشين وما سيدور أيضا من تفاصيل خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. بمشيئة الله. شكرا لك محمود بن سعيد البلوشي مفيد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان من خلال هذا التقرير وهذا التفصيل أيضا للفعاليات والأيام الثقافية العمانية. شكرا جزيلا. يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب ومهبطا لحضارات بها اتسمت ومهبطا لحضارات بها اتسمت تبوأت من قديم موضع الشهود ومهبطا لحضارات بها اتسمت تبوأت من قديم موضع الشهوب We'll be right back.
وشمسهم قد أضاءت باطن الحجب وعمروها وصانوها بمقدرة فعالهم سطرت بالنور في الكتب أبناؤها سجلوا في الدهر ملحمة وشمسهم قد أضاءت باطن الحجب وعمروها وصانوها بمقدرة فعالهم سطرت بالنور في الكتب وسط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأجمال والحقب يا وسط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير أهلا بكم ومساكم ووطن وأيامكم نوفمبرية بإذن الله مع فعاليات وأنشطة كثيرة جدا في مختلف محافظات وولايات السلطنة. ضيف مساكم أحلى. ضيف مساكم أحلى الأستاذة الشيخة بنت محمد بن عبد الرحمن الزجالية معلمة صعوبات تعلم بمدرسة أم سليم للتعليم الأساسي من الصف الخامس إلى العاشر بولاية سحار. رح نتعرف على تفاصيل الفعالية، حملة توعوية بعنوان كن معي للارتقاء لترتقي، ما أدري إذا كان العنوان صحيح، هذا العنوان كن معي لأرتقي عفوا هذا العنوان هو الأصح يعني. تم تنفيذه في تاريخ 6 نوفمبر من خلال هذه الحملة التوعوية. رح نتعرف على تفاصيل إن شاء الله الفعالية مع الأستاذة الشيخة بنت محمد بن عبد الرحمن الزجالية. مساء الخير أستاذة الشيخة. مساء النور أستاذ عدنان، أخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. إذن كن معي لأرتقي يعني. نعم. عنوان جميل جدا، والبعض ممكن كانت من خلال استقراء أيضا لحملة التوعية بهذا العنوان بكلمات أخرى أن يرتقي أيضا المجتمع من خلال هذه الحملة التوعوية. إذا نتحدث عن الفعالية أستاذة الشيخة بعد ترحيبك للمستمعين في فقرة ضيف البرنامج. طبعا أنا سعيدة جدا على وجودي على قناة إذاعة الشباب، وربما تكون يعني هذه القناة يعني هي سبب أيضا لتوصيل المعلومة أكثر للمجتمع اللي نحن سعينا فيها من خلال الحملة التوعوية كن معي لأرتقي، وهي حملة يعني من خلال العنوان توضح معنى أن طالب الصعوبات هو يسعى أن جميع من حوله يكونوا معه حتى يرتقي إلى مصاف أفضل مما هو فيه. نعم. طبعا هذه الحملة تم تنفيذها في 6 نوفمبر في المركز التجاري السفير مول، وباشتراك طبعا من تنظيم مدرسة أم سليم ممثلة في معلمة الصعوبات الموجودة طبعا في المدرسة، مع اشتراك مجموعة كبيرة صراحة من معلمات الحلقة الثانية لغة عربية لصعوبات التعلم، وبإشراف الأستاذة فاطمة علي المعمرية، وبإشراف عام من المديرة أستاذة ميمونة البندرية. هذه الحملة نحن سعينا فيها من خلال أن نوصل مفهوم الصعوبات لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع، ليس فقط أولياء الأمور ولكن حتى التربويين اللي أساساً أستاذ عدنان يعني تشعر أنهم أوقات حتى هذا المفهوم يغيب عن أذهان الكثير منهم. يعني نحن لم نقصد فقط أولياء الأمور فقط، وإنما لجميع الشرائح الموجودة.
نعم، إذا نتكلم عن الفعاليات اللي نظمتها أيضا مدرسة أم سليم، ممثلة أيضا من خلال الفعاليات هذه المدرسة لأبناء المدارس الأخرى بالنسبة للولايات من خلال هذا التجمع أيضا في الفعاليات بشكل عام. نعم، هي عبارة عن حملة أصلاً توعوية كانت فيها عبارة عن أربعة أركان: ركن التثقيف، ركن العروض التقديمية، ركن الرسم على الوجوه، وركن الألعاب النمائية. طبعاً نحن في ركن التثقيف كان اشتراك يعني كبير من معلمات من صحر، معلمات من لوات، معلمات من شناق، اشتركوا بأعمال عبارة عن مطويات، سيديات، علاقات للسيارات، أقلام تحمل عبارات تعزيزية لولي الأمر حيثما نظر حيثما شاهد، يحصل هذا ولي الأمر هذه المعلومات اللي يعني اللي تفيده، اللي من عن طريقه يقدر يتعامل مع هذا الطالب. وفي نفس الوقت تعزز، تعرف ان طالب الصعوبات محتاج جهد. نعم. محتاج يعني ان ولي الامر يكون واقف لجنبه. فهذه العبارات التعزيزيه من خلال ما تم توزيعها من خلال قسم التثقيف كانت يعني جانب يعني نقول ايجابي للارتقاء بهذا الطالب. أيضا كان عندنا ركن العروض التقديمية، عرضنا من خلالها عرض تقديمي عن صعوبات التعلم، متى بدأ في السلطنة، ما يعني اللي هو أساسا يعني ما الخدمات اللي تقدمها وزارة التربية والتعليم لهذا الطالب. نعم. قدمنا أيضا وعرضنا فيلم مترجم باللغة العربية عن طالب اللي هو طالب صعوبات التعلم وكيف يعني أساسا السلوكيات اللي تظهر عليه. إذا نوضح فقط للمستمع أستاذة شيخة، من هو الطالب يعني اللي قد تكون عنده بعض صعوبات التعلم يعني؟ نعم، نحن لما نعرف صعوبات التعلم كمصطلح عام نقول هو مجموعة من يصف يعني صعوبات التعلم مجموعة من التلاميذ في الفصل الدراسي العادي يظهرون انخفاضا في التحصيل الدراسي عن زملائهم العاديين، مع أنهم يتمتعون بذكاء عادي أو فوق المتوسط. نعم. لكنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة بالتعلم، الفهم، التفكير، الإدراك، الانتباه، القراءة أو الكتابة. طبعا ما شرط أنها تكون متجمعة أستاذ عدنان هذه الصعوبات كلها معهم، لكن ممكن تظهر عندهم بعض هذه، بشرط أنه يستبعد منهم صعوبات، يعني يستبعد عن طلاب الصعوبات ذوي الإعاقات العقلية. يعني نحن نبى نميز أن طالب الصعوبات طالب خالي من الإعاقات، ليس عنده إعاقة عقلية ولا إعاقة سمعية ولا إعاقة بصرية، إنسان طبيعي. نعم. إنسان طبيعي، لكن يعني عنده بعض الصعوبات تظهر بخلاف زملائه اللي هم أساسا في نفس ذكائه في نفس عمره. نعم، جميل. نحن وضحنا أيضا لأولياء الأولياء الأمور يعني بالتحديد من خلال صعوبات التعلم كيف ممكن يركز ولي الأمر إذا ابنه عنده يعني صعوبات في التعلم أستاذة الشيخة، وكيف يعرف؟ نعم، طبعا يلاحظ يعني نحن ما نقدر نحكم على الطالب أستاذ عدنان من صف الأول، لأن صف الأول يعتبر بعد تأسيس لهذا الطالب. الثاني يبدأ يلاحظ هل المعارف اللي اكتسبها الطالب في الصف الأول الطالب استطاع أنه يتعداها أو لا، هل يميز بين الحروف المتشابهة، هل يقلب في القراءة يعني يتعدى بعض الكلمات، يعني نلاحظ أنه يقفز في القراءة، يقلب الحروف، يأتيك ببعض المعاني، يعني تلاحظ أن الكلمة هي أمامه يعني مكتوبة شكل هو يجيب لك معنى هذه الكلمة. فمن هذه الأشياء الأب أو الأم تبدأ تلاحظ ابنها، ممكن أشياء أمام عينه لكن لما يجي في الأمور الكتابية نلاحظ أنه يكتبها بطريقة غير واضحة، يعني ما موضح لنا الكلمة حتى، يعني الخط غير واضح على الرغم أن نظرة 6/6 هذا الطالب، لكن تستغرب من أن النقل عنده ضعيف، القراءة عنده ضعيفة، القلب، وهذه الأشياء ممكن ولي الأمر يلاحظها أن ابنه بعد 4 سنوات مثلا. نحن في الحلقة الثانية نستلم الطلاب اللي هم أساسا عندنا نذهب يعني للمدارس القريبة منا إذا كانت المدرسة غير متصلة، وتم تشخيص الطلاب. إذا كان طالب صعوبات تعلم طبعا يبدأ عندنا من 5 والـ6 فقط، احنا ما نقدر ناخذ 7 لان هذه تعتبر 7 مرحله مراهقه، والطالب بطبيعته انسان متحرج يعني، فخوفا على مشاعره وخوفا على هذا، فنحن ناخذهم بس مده 5 و6 الا اذا كان عندنا طالب محول من الحلقه الاولى بان طالب صعوبات ايضا يواصل معنا. اذا كان الطالب لم يتعدى في الحلقه الاولى ايضا كان من ضمن برنامج صعوبات التعلم ايضا يواصل معنا في الحلقة الثانية. نعم، الآن نحن من خلال رسالتنا ومن خلال أيضا هذه التغطية أستاذة الشيخة نحن بحاجة أيضا
يعني أن أولياء الأمور يكونوا مركزين إذا كان ابنهم أو نعم. بنتهم عندهم في صعوبات في بعض يعني تعلم في الكتابة أو التعلم في القراءة أو اللفظ من خلال أيضا الدروس الخاصة. هل المدارس مقبلة على تخصيص دورات وورش عمل وحلقات عمل للتكثيف أيضا في كيفية يرتقي هذا الطالب مع الطلبة الآخرين؟ نحن أستاذ عدنان ما نغفل هذا الجانب حتى بين فترة وفترة نعملهم ما يسمى بالمشاغل، يعني نستدعي أولياء الأمور خاصة، يعني إحنا كل معلمة يكون خاضع لديها 15 طالب فقط، ما نقدر نتعدى العدد 15 طالب لأن إذا خضينا ما بنعطي كل طالب حقه. فنحن من خلال طبعا 15 طالب هؤلاء نعطي يعني حتى أفكار لأولياء الأمور لما يزورونا أو نستدعيهم نعطيهم طرق لمعالجة هذا الطالب، ايضا نعطيهم مشاغل توضح لهم كيف يعني ممكن يتعامل ولي الامر مع ابنه وكيف ممكن اساسا يستطيع انه يعني يعالجه وحده ذاتيا، واذا ظهرت بعض يعني الظواهر على ابنه بعض يعني الاباء تلاقيهم في تخوف اذا سمعونا مثلا نتكلم نعم. عن صعوبات التعلم يعني يسالوك ولدي كذا ولدي كذا، فكيف يعني نحن نقول ما على طول تحكم على الطالب ان طالب صعوبات، لازم انك تلاحظه وتبدا تعالجه من هو صغير، خاصه ان عندنا فرط الحركه او فرط النشاط هو سبب اساسي من ظهور عندنا صعوبات التعلم، لان الطفل شديد الحركه يفقد كثير من المعارف. نحن شاكرين نعم نعم شاكرين لكم يعني هذا هذه الرسالة يعني بالتحديد من خلال هذه الفعالية في الأيام الماضية، وإن شاء الله تتكرر بشكل كبير. أستاذة شيخة بنت محمد بن عبد الرحمن الزجالية، معلمة صعوبات التعلم وحملة كن معي لأرتقي، سعيد جدا بتواصلك ومع رسالتك، وإن شاء الله في رسائل قادمة. أنا ممكن بس فقط أقول الكلمة يعني في حق المعلمات المشاركات. تفضل أستاذة شيخة بشكل سريع. نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لجميع من شارك وساهم في نجاح حملة كن معي لأرتقي، ممثلة في قسم التربية الخاصة إدارة المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. من إذاعة سلطنة عمان رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. من أين أبدأ
يا عمان قصيدي فرسوم عزك طارفي وتليدي في كل شبر من ترابك نهضة شماء تبعث عند كل وليدي شماء تبعث عند كل وليدي من أين أبدأ من أين أبدأ يا عمان قصيدي يا عمان قصيدي ومعالم الإسلام شاخصة البنا تهدي إلى الإيمان كل مريدي مذ أشرق النور المبين على الدنا وعمان صوت صاحب التأييد خبت مطية مازن تطوي المدى لتحل في ساح الهدى وسعودي والرحمة المهداة يدعو راجيا يومان خيرا بالندى المحمود من أين أبدأ من أين أبدأ يا عمان قصيدي يا عمان قصيدي من أين أبدأ يا عمان قصيدي فرسوم عزك طارفي وتليدي في كل شبر من ترابك نهضة شماء تبعث عند كل وليدي شماء تبعث عند كل وليدي من أين أبدأ من أين أبدأ يا عمان قصيدي يا عمان قصيدي من أين أبدأ يا عمان تكلمي أعمي بمجدك عين كل حسودي هذا هو الفخر العظيم لأمتي ليس الفخار بمبسم أو جيدي من أين أبدأ من أين أبدأ يا عمان قصيدي يا عمان قصيدي من أين أبدأ يا عمان قصيدي فرسوم عزك طارفي وتليدي في كل شبر من ترابك نهضة شماء تبعث عند كل وليدي شماء تبعث عند كل وليدي من أين أبدأ من أين أبدأ يا عمان قصيدي يا عمان قصيدي الله أكبر يا عمان ترنمي برددي في الكون خير نشيدي من أين أختم يا عمان مقالتي عن مجدك المرفوع تحت بنودي في البر والبحر الخضم تتابعت وظماء تحت لوائك المعقود من أين أبدأ يا عمان قصيدي فرسوم عزك طارفي وتنيدي من أين أبدأ من أين أبدأ يا عمان قصيدي يا عمان قصيدي من أين أبدأ يا عمان قصيدي فرسوم عزك طارفي وتليدي في كل شبر من ترابك نهضة شماء تبعث عند كل وليدي شماء تبعث عند كل وليدي من أين أبدأ من أين أبدأ يا عمان قصيدي يا عمان قصيدي إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
تتمنى لو عندك للحبايب وقت أكثر؟ تتمنى لو يومك فيه دقائق أكثر؟ تتمنى يكون عندك أكثر وأكثر وأكثر؟ ما حد يفهمك أكثر منا. لها سبب، أي شيء تختاره مع أريده يعطيك كل اللي تتمناه وأكثر. خلي الكلام أكثر من مجرد كلام، تحدث، صفح، وشارك كل شيء تحبه وأكثر، لأن حبايبك معاك في كل زمان ومكان. مع إعادة شحن أكثر تقدر ببساطة تعمل كل شيء تحبه وأكثر. أريده، كلك أفكار. سافر إلى عواصم أوروبا الساحرة بعروض خاصة من الخطوط الجوية التركية عضو أستار ألاينس. اشتري بطاقة سفرك الآن وسافر بين نوفمبر ومارس 2015. الخطوط الجوية التركية، وسع حدود عالمك. الصفا للأغذية تدشن خيرات كباب اللحم تشابلي بالنكهة الباكستانية الأصيلة، معد من أفضل المكونات الطبيعية والتوابل الباكستانية الفريدة. كباب اللحم تشابلي من خيرات تجعل كل مناسباتك خاصة. احتفل بعشر سنوات من الطعم الأصيل وعيش حياة صحية مع كباب لحم تشابلي من خيرات، الشهي واللذيذ. خيرات 100% طبيعي وشهي. خلال الثواني القادمة تخيل معاناتك في محل الحلاقة. EMC يقدم لك استشارة مجانية عن تحديد اللحية بالليزر ويخلصك من الحلاقة ومشاكلها لتحافظ لحيتك على شكلها المميز بشكل دائم، بالإضافة إلى بطاقة تستاهل التي تخولك للحصول على جلسة ليزر مجانية. للحجز والاستفسار في كل فروعنا في السلطنة، شاطئ القرم، صحار، صلالة والموالح، 24-60-45-40. EMC للصحة الجلدية والعلاج بالليزر. الثقة والجمال. الأجواء هذا المساء صحب وجعام على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تدفق السحب العالية خلال فترة الليل واحتمال تكون الضباب في آخر الليل والصباح الباكر على محافظتي البريمي والظاهرة. توقعات الرياح تهب على المناطق الساحلية للسلطنة، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة. حالة البحر هادئ إلى متوسط الموج على جميع سواحل محافظات السلطنة، ويتراوح أقصى ارتفاع لها ما بين متر وربع المتر إلى مترين. الرؤية الأفقية جيدة على معظم محافظات السلطنة، تتحول إلى منخفضة أثناء تكون الضباب. درجات الحرارة والرطوبة النسبية: في مسقط درجة الحرارة العظمى 28، الصغرى 20، الرطوبة النسبية ما بين 40 إلى 85%. في صلالة درجة الحرارة العظمى 30، الصغرى 26، الرطوبة النسبية ما بين 30 إلى 60%. هذا والله أعلم. أهلا بكم مستمعين إذاعة الشباب وفقرة القلب ينبض. رح نتواصل مع طبعا الأستاذ حمد بن ناصر المزروعي. مرحبا فيك أستاذ حمد. أهلا وسهلا أستاذ عدنان، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أنا اللي عرفت من معلوماتي أنك أنت موجود في صحم حاليا. نعم، في صحم، خليج صحم. نعم. ما شاء الله، في طريق صحم. إيش رايح متجه تسوي في صحم؟ والله رايح شناف عزي واحد من الجماعة من الربع.
يا مرحبا فيك يا حمد، وآخر الأحزان بإذن الله. الله يخليك. تعرف ليش مشارك معانا اليوم وبلغتك إنك تشاركنا وتتواصل معانا؟ تفضل. عارف ليش؟ نعم. لا والله. إيش عليش يعني؟ ما عارف. اسم الفقرة القلب ينبض. اسم الفقرة القلب ينبض. أيوة. إنزين. قلب الأخ حمد بن ناصر المزروعي بإيش ينبض دائما؟ والله ينبض دائما الحمد لله بالأفراح وبالأمور. أول أستاذ عدنان دحني صاحب الجلالة. نعم. وأنا على الحين على الهواء. نعم. طبعا عندما سمعنا كلمة صاحب الجلالة في التلفزيون في إذاعة تلفزيون سلطان عمان. نحب نهنيه بالشفاء ورجوع إن شاء الله إلى البلد معافى مشافى إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وأهني بالعيد الوطني 44 إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. ويامكم نوفمبر. أهنيهم بهذا العيد. بإذن الله بإذن الله. تفضل أستاذ عدنان تفضل. أنا سعيد جدا في البداية تكون معانا في هالفقرة، وأريدك ترحب بالشخص اللي بيكون معانا وحاب يفاجئك اليوم في فقرة القلب ينبض. قول مساء الخير. مساء الخير. نقول مساء الخير. من تتوقع اللي حاب يشارك إذاعة الشباب فرحة الأخ حمد بن ناصر المزروعي؟ والله من أتوقع يعني ما أعرف، أعطيني توقعاتك. بنتي يعني؟ بنتك؟ بنتي معي على الهواء؟ من بنتك؟ من بناتك؟ أسماء؟ أسماء؟ ليش؟ نعم. أسماء إيش عندها مناسبة؟ مناسبة تخرجها من كلية العلوم التطبيقية في سوهاج. من تخرجها من كلية العلوم التطبيقية. يمكن أسماء، أسماء ما أدري موجودة معانا ولا ما موجودة. أسمع قول مرحبا وإن شاء الله تسمع مرحبا. من يكون مرحبا معك. من معي. مرحبا. مرحبا. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أسماء كيف حالك؟ الحمد لله تمام. توقعت اتصال عدنان بهذا الموضوع. نحن طبعا نبارك لأسماء بنت حمد المزروعية تخصص شبكات الحاسوب والأولى على التخصص طبعا. أسماء يبارك فيك يا رب. كيف حالك يا أسماء؟ الحمد لله تمام. يعني ليش اخترتي الوالد بالذات انه يشاركك الفرحة اليوم ونشاركك نحن ايضا هذه الفرحة انكم تكونوا معانا؟ ليش ما اخترتي الوالدة، احد من خواتك، صديقاتك؟ طبعا ابوي ابدا ما قصر معي، كانت ايامنا ابدا ما تخلو من نصايحه. كان يقولنا اليوم الانسان ما تنفع غير شهادته وشدوا حيلكم. فانا اخترت هو بالذات عشان اهديها التخرج واهديها التميز واني طالع الاوائل على تخصصي. ما شاء الله. ايش اللي يميز اسماء اخي حمد يعني من خلال تواصلك معاها، من خلال تواصلك الفكري، من خلال ايضا تعاملك مع اسماء ككونها ايضا الان خريجة وطبعا هي الاولى على التخصص تخصص شبكات الحاسوب؟ والله يا استاذ عدنان اسماء بنت يعني مجيبة. نعم. كلما يعني اقولها بحاجة تقول لي ان شاء الله يا ابوي، وانا ان شاء الله مستعدة وانا حاب العلم والحمد لله. يعني هي البنت من بين البنات يعني بقول لك، ما بقول لك الأحسن يعني، لكن في الدراسة هي يعني أحسن شيء عندي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك في الأولاد كلهم إن شاء الله. يعني ما شاء الله ما أقوم الفجر لحصل هي أسماء على مصحفها وعلى مراجعها وعلى هذا الطريق. والحمد لله الآن ثالث سنة أسماء في الجاز يعني في الأوائل تطلع فيه. نعم. لما يعني أسماء تخرجت في تخصص شبكات الحاسوب والأولى على التخصص، إيش شعورك؟ والله شعور يعني شعور أب، بعد الشعور بيكون شعور الأب. يعني الحمد لله في فرح، كلنا اللي في البيت الحمد لله فرحانين بطلوعها يعني على حصولها على المركز الأول يعني كلنا في البيت الحمد لله فرحانين. صاحت أسماء لما خذت شهادتها وذكرت يعني أبوها اللي دائما كذا يحفزها بالنتائج الطيبة؟ نعم. بكت. رحت الحفل ولا ما رحت حفل التخرج؟ شوية صوت. رحت حفل التخرج لأسماء ولا ما رحت؟ نعم. رحت حفل التخرج لما تخرجت أسماء، رحت الحفل؟
حفل تخريج الدفعة الخامسة لكلية العلوم التطبيقية. ايوة متخرجة من الدفعة الخامسة الحين. هي بس انت شاركتهم الفرحة لما رايحة تستلم الشهادة ولا لا؟ نعم 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 شاركتها نعم شاركتها وشرنا الهدية وهديناها في الكلية بعد. ما شاء الله اسماش عليك الوالد كذا يعني يحمل لك محبة خاصة من بين خواتك واخوانك ايضا. الحمد لله رب العالمين. ايش بتقولي للوالد اليوم بعد ما تخرجتي الحمد لله والاولى على تخصص شبكات الحاسوب؟ طبعا انا مثل ما قلت اهدي هذا التخرج وهذا التميز وهذا التفوق لابوي الغالي اللي وقف معي في كل مرحله. يعني طبعا درست تقريبا 2000 من المدارس 17 سنه طبعا في المدارس وخمس سنوات في كلية العلوم التطبيقية وهو واقف معي وأبدا ما يأس وكان يشجعني وايد فأنا أهديها التخرج وأهديها التميز الحمد لله. مشكور وايد أمي. هذه كلمة شكر من أسماء لك حمد بن ناصر المزروعي والد أسماء. مشكورة أسماء جزاها الله خير البنت يعني مثل ما قلت لك جزاها الله خير الفرحة يعني ما توصف الفرحة يا أستاذ عدنان. الله يسلمك. نحن حبينا نشارككم هالفرحة ونتواصل معاكم ونحن أهلكم ونشارككم أفراحكم بإذن الله. شكرا لك حمد بن ناصر المزروعي والد أسماء بنت حمد المزروعية. الله يحفظكم. كذلك أستاذ عدنان أوجه رسالة شكر لكل من ساهم في إظهار حفل تخرجنا بهالشكل. كان فعلا حفل تخرج رائع جدا فشكرا جزيلا من القلب لعميد كليتنا الدكتور علي اللواتي وجميع الإداريين والأساتذة دون استثناء وكذلك الشكر موصول لكم انتم قناة إذاعة الشباب لأنكم شاركتونا فرحتنا في التعبير عن فرحتنا لهالتخرج. موفقين نحن ننتظر إن شاء الله تكملة رسالتك أيضا في الماجستير أسماء. تحياتنا لك. شكرا لك. شكرا. إن شاء الله. القلب ينبض. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاحه فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا مساكم احلى مساكم مساكم احلى مساكم احلى ومعنا يحلى على الشباب افهم يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب أم أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى مساكم أحلى أحلى ما شاء الله
أهلا بكم من جديد مستمعين إذاعة الشباب، ومرحبا بكم معانا، ومرحبا بكل من انضم لمتابعتنا. رح نتكلم إن شاء الله أيضا في الفقرة القادمة في عالم الموضة والجمال عن موضوع الكلف ومعالجته، بالتحديد كيف تتم عملية معالجة الكلف. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة جدا بإذن الله. شكرا للرسائل النصية القصيرة الواردة من المستمعين، شكرا للمغردين. محمود البلوشي مساء الخير يقول مساء السعادة، مساكم عطاء، فقرة القلب ينبض، هذه الفقرة المميزة دائما بنبض قلوبكم إذاعة الشباب، شكرا على المتابعة. عالم الموضة والجمال، هل هناك استشارة ممكن تكون على الهواء من خلال التغريدة؟ نعم، ممكن تكون في استشارة منكم من خلال تغريداتكم على طبعا موضوع الحلقة اليوم في فقرة الموضة والجمال. الرسائل النصية القصيرة، نبعث السلام والتحية لأم نسيبة، شكرا على تواصلك معنا، وتبعث التحية للأستاذة شيخة الزجالية حول طبعا الموضوع والملتقى اللي تحدثنا عنه، كن معي لأرتقي، من خلال تواصلها أستاذة شيخة بنت محمد الزجالية معلمة صعوبات تعلم، من خلال تواصلها أيضا في فقرة ضيف البرنامج. مساكم نوفمبري، تحياتي للجميع، مساكم عطاء، فقرات جميلة جدا، شكرا لصاحب الرقم 2608. بنتكلم اليوم عن الكلف وكيف ممكن نعالج الكلف، وما هو الكلف اصلا يعني بالتحديد. البعض ممكن ما يعرف ايش مصطلح الكلف، يعني لما يسمع انه في كلف او ان بشرتك بادي فيها بعض الكلف، فتسال انت كشاب ايش هو الكلف. فرايح نتعرف على تفاصيل كثيره جدا باذن الله مع الدكتوره ترف الفتيح، ماجستير امراض جلديه ومعالجات تجميلية وعلاج بالليزر، عضو أيضا في الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية وعضو الجمعية الأمريكية للعلاجات المضادة للشيخوخة. نروح إلى عالم الموضة والجمال ونبدأ معاكم، نرحب أكيد بالدكتورة ترف. عالم الموضة. إذا الدكتورة ترف الفتيح مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ عادل عدنان، الله يسلمك، مساء الخير على جميع المستمعين. أنا سعيد جدا بتواصلك معنا دكتورة ترف. اليوم رح نتكلم عن الكلف، وممكن الكثير يسأل إيش الكلف، كيف ممكن نعالجه، أو حد لما يقول لي في كلف أنا ما أعرف إيش المصطلح، مصطلح الكلف يعني بالتحديد، أو ما هو الكلف بالتحديد. نعم، الكلف هو عبارة عن مرض جلدي يصيب غالبا الأشخاص في مرحلة الشباب. نعم. من عمر 13 سنة إلى عمر 45 سنة. كيف بيكون شكله؟ بيكون شكل بقع داكنة بلون بني، من بني فاتح إلى بني غامق، وغالبا ما يتوضع على الأماكن المعرضة للضياء. أشكال هاي الكلف يعني ممكن يكون دائرية، ممكن يكون غير منتظمة الشكل، وغالبا مثل ما خبرتك إنه بيتوضع على الأماكن المعرضة سواء لضوء الشمس أو لإضاءة مسلطة شديدة. الأماكن الأكثر إصابة على الوجه هي الخدين، الجبهة، ظهر الأنف، وفوق الشفر العليا. جميل، إيش أسباب الكلف دكتورة ترى؟ أسباب الكلف كتير متعددة، لكن لازم يكون معاها في يعني بالإضافة لكل الأسباب اللي رح نذكرها، غالبا ما يكون في تعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وبشكل مباشر بدون وجود كريم وقاية من أشعة الشمس بيحمي الجلد. نعم. الأسباب الأكثر شيوعا كمان هي الأسباب الهرمونية، غالبا ما بتظهر عند النساء بسبب التبدلات الهرمونية خلال الدورة الشهرية خلال فترة الحمل. في بعض النساء بيظهر عندهم بسبب استخدام مانعات الحمل سواء الفموية أو بسبب الحقن المانعة للحمل. نعم. كمان بتعمل اضطراب توازن، نفس اضطراب التوازن الهرموني اللي بيعمله الحمل. كمان هناك أسباب عديدة مثل الأدوية، بعض الأدوية اللي تتسبب التصبغات، وغالبا ما تتوضع هذه التصبغات على الأماكن المعرضة للضياء. أهم هي أو أكثرها شيوعا من هي الأدوية هي خافضات الدم الفموية اللي بتحتوي على مادة اسمها الإيميدوران. نعم. وكمان في بعض الأدوية اللي بيستخدموها اللي عندهم ارتفاع حمض البول كمان بتسبب تصبغات ضيائية على شكل كلف بالأماكن المعرضة. كمان في سبب كتير مهم وكتير يعني بيستغربوه الناس، هي عوامل عائلية. في بعض البشرات شو ما تعرضت للشمس، شو ما صار في عندها اضطراب هرموني، ما بيصير عندها كلف. وفي
عوائل بالعكس أي تعرض أي اضطراب هرموني بيصير في عندهم كلف. كمان في بعض البشرات عندها استعداد للتصبغ سواء بعد الرطوط بعد الجروح، يعني مثل ما قلت لك هذا سبب عائلي. كمان في أسباب تانية كمان خفية وكمان كتير بيستغربوا المرضى لما نحكي لهم، هي الكريمات المبيضة نفسها. الكريمات المبيضة اللي بيستخدموها مشان تزيل الكلف ممكن تسبب كلف جديد، أو يعني بصير الكلف اللي موجود عندهم أكثر عمقا وأكثر صعوبة بالعلاج. كمان الكريمات المعطرة أو الكريمات الحاوية على الكورتيزونات أو الستيرويدات. كمان في بعض المكياجات تحتوي على بعض المواد المحسسة ضيائيا فبتسبب كمان ظهور الكلف. كلها أسباب متعددة، ممكن يكون سبب واحد عند المريض، ممكن يكون عدة أسباب عند نفس المريض. نعم، نحن ممكن شوي ركزنا على العنصر النسائي الآن من خلال أيضا كريمات التجميل أو كريمات تفتيح البشرة أو فترة حمل النساء. هل يصيب الكلف الرجال دكتورة؟ نعم يصيب الكلف الرجال، وخاصة مؤخرا آخر 10 سنوات صرنا نشوف عند كلف عند الرجال بكثرة. يعني ترى بسبب اضطرابات بيئية، يعني إنه ما عاد في طبقة، يعني طبقة الأوزون اللي بتحمي من أشعة الشمس الضارة، أو بسبب استخدامهم لبعض الكريمات اللي حكينا عنها سواء معطرة أو محسسة. وكمان في نوع من أنواع التصبغات اللي بتكون أكثر شيوعا عند الذكور من عنده عند الإناث، هي اسمه رايل بيجمنتيشن. هي عبارة عن لون مسمر على بني غالبا ما بتوضع بأعلى الخدين من عند الزاوية الخارجية للعين إلى النواحي العليا للخدين، غالبا ما بيكون عائلي، غالبا ما بيصيب الذكور أكثر من الإناث. نعم، هل لها علاجات عندما تصيب الرجال، يعني خاصة تحت العائد أو عند الخدين؟ طبعا في لها علاجات. هلأ بنحكي عن العلاجات، هلأ بنحكي عن العلاجات بشكل عام. نعم، لكن بدي أحب أقول لك أنه الكلف له أنواع متعددة وله درجات متعددة، ياريت بس هيك عددها بسرعة. الكلف مثل ما خبرتك هو إصابة مرضية، يعني مو أنه بشكل طبيعي بيكون عند الناس موجود. صحيح، فبالتالي فإله درجات ودرجات وأنواع وهيك، وحسب هالدرجات وحسب هالأنواع بصير العلاج. فهناك في كلف بسيط نعتبره عبارة عن بقع بنية صغيرة دائرية أحيانا على أعلى الخدين على الجبهة. هون لازم نميزه عن النمش. نعم، فهذا بنسميه الكلف البسيط. وفي الكلف الاعتيادي اللي أكثر شيوعا على شكل بقع غير منتظمة الشكل، بنية من لون فاتح إلى لون غامق، يعني على أعلى الخدين غالبا ما يصيبه. نعم، وفي الكلف الواسع اللي بيصيب الجبهة وأعلى الخدين وظهر الأنف. وفي الكلف على شكل قناع غالبا ما بيصيب كل الوجه، يعني كأنه المريض لابس ماسك على وشه بغير لون أغمق من لون بشرته، فبين بس حدود العين هي تكون أكثر فتاحة. وفي نوع من أنواع الكلف هذا اللي خبرتك عنه، هو يعني بيميزوا يا رايل بيجمنتيشن أو كلف المذكر اللي خبرتك عنده، غالبا ما يصيب الذكور أكثر من الإناث. وكمان كل هالأنواع الكلف اللي حكينا عنهم في إلهم درجات حسب عمق الإصابة. الكلف السطحي غالبا ما بتوضع هي التصبغات في الطبقات العليا من البشرة، وغالبا ما بيكون ظاهر خلال فترات زمنية قصيرة، فمنسميه سطحي بسيط سطحي. وفي المتوسط العمق بيكون بالطبقات المتوسطة، التصبغات موجودة بالطبقات المتوسطة للبشرة. جميل. وفي العميق يلي صلوا زمان كتير، صلوا سنوات أو أشهر، بيكون التصبغ بالطبقات العميقة للبشرة. إذا نتكلم عن طرق العلاج، علاج الكلف وأيضا التعليمات الواجب اتباعها يعني للمريض اللي ممكن يصيبه أيضا، سواء كلف مثل ما ذكرتي عميق أو بداية أيضا ظهور الكلف على البشرة. نعم، مثل ما حكينا أنه في بيختلف العلاج أولا من شخص إلى آخر، حسب جنسه، حسب استعداده، حسب عمله، حسب التزامه بالعلاج. نعم، وحسب نوع الكلف. الكلف البسيط السطحي الاعتيادي غالبا ما بنعالجه بالكريمات القاصره للصباغ. شو يعني الكريمات اللي تدخل فيها المواد المبيضه المسموح باستخدامها عالميا؟
طبيا، اللي بتحتوي على الهيدروكينون، اللي بتحتوي على الإيزوتريكينون، اللي بتحتوي على الفيتامين سي، على الأزيليك أسيد. هذا الكلف البسيط. ننتقل للعلاجات اللي شوي يعني الكلف اللي شوي صلى زمان أكثر، المتوسط العميق، هذا مو سهل علاجه بهالطرق هاي بالكريمات. غالبا لازم نلجأ للتقشير. غالبا ما نلجأ للتقشير الكيماوي، والتقشير الكيماوي إلى أنواع متعددة مفروض نختار، لأنه نحن بشراتنا تعتبر من درجة الثالثة. نعم. يعني البشرات اللي تميل إلى الإثمرار، فبدنا نكون بحذر شديد من استخدام أي نوع من أنواع التقشير، ومفروض التقشير يتم بإيد الطبيب، بإيد خبيرة، ما يعني ما نجازف ونعطي بشرة الوجه لحدا مبكر. وهون لما بدنا نساوي تقشير بده يصير في تعاون بين الطبيب والمريض، بده يتبع المريض التعليمات بشكل دقيق جدا. اي يعني اختلال في استخدام الكريمات، استخدام الكريم الوافي من اشعه الشمس ممكن ما بيعطينا نتيجه للعلاج. نعم. وفي الرايل بيجمنتيشن اللي حكينا انه هو بيصيب الذكور اكثر من الاناث، هو صراحه العلاج الوحيد اللي هو التقشير. ما بيستفيد ابدا على الكريمات، لانه هو عباره عن تصبغ بالدرجات بالطبقات العميقه للبشره. نعم. وفي حالات ثانيه من الكلف العميق بيكون موضعه، يعني بقع بقعتين بالوجه، يعني مو انه كل الوجه، مو مساحات واسعه. هون ممكن نلجا لحقن مواد مبيضه تحتوي على الازيليك اسيد، على الفيتامين سي اللي هي بنسميها الميزوثيرابي او الميزو لايتنينج ثيرابي. جميل. وفي حالات يعني بتكون نحتاج الى مشاركه كل هالامور هاي، الكريمات القاصره، الحقن، التقشير، على فترات متفاوته حسب كل حاله بحالتها. نعم. المهم بكل هالعلاجات المتابعة، الاستشارة الطبية، والاستخدام شيء أساسي نص العلاج هو استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس. جميل. أنا سعيد جدا بتواصلك معنا الدكتورة ترف الفتيح، ماجستير أمراض جلدية ومعالجة تجميلية والعلاج بالليزر، عضو الجمعية الأمريكية أيضا للأمراض الجلدية، وعضو أيضا في الجمعية الأمريكية للعلاجات المضادة للشيخوخة. شكرا على التوضيح أيضا يعني التعليمات أيضا الطبية، وممكن يتابع يعني التفاصيل بشكل دقيق جدا معك. أضيف نقطة واحدة أستاذ عدنان. نعم. إنه أنا بنصح السيدات أو حتى الرجال إنه ما يستخدموا الكريمات بشكل عشوائي على الوجه، لأن الوجه. وهذه هي المشكلة الآن، يعني البعض يتجه للصيدلية على باله إنه مثلا ظهور بعض الكلف ممكن أي كريم يبعده، أو يبدأ بعملية تقشير دمج مجموعة من الكريمات ويبدأ يقشر البشرة. فنتمنى أنه يروح عند الدكتورة ترف ويستمتع أيضا بتفاصيل طرق العلاج أيضا للكلف، ممكن يكون عنده كلف خفيف يعني في البشرة. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة، شكرا على التوضيح، سعيدين جدا بتواصلك معنا، موفقين إن شاء الله، وتحياتنا للجميع. مع السلامة. مع السلامة. بصراحة ما قادر أحل اللغز، أريد أعرف متى ما هتلحق تروح الصالون قبل الدوام. هذا إذا الكوافيرة ما ساكنة معها بالبيت. هلا بنات، تراني سمعتكم، أنا أصلاً من شهر ما رايح الصالون، أنا بس عملت إزالة الشعر بالليزر اللي خلصتني من آلام الطرق التقليدية وبدون أثار جانبية، والأهم وفرت علي الفلوس والوقت. EMC يقدم حلول إزالة الشعر بالليزر، كما يقدم بطاقة تستاهل التي تخولك للحصول على جلسة ليزر مجانية في كل فروعنا في السلطنة، شاطئ القرم، صلالة، صحار والموالح، على رقم 246-45-40. EMC للصحة الجلدية والعلاج بالليزر. الثقة والجمال، مرخص من وزارة الصحة برقم 175/2014. الصفا للأغذية تدشن خيرات كباب اللحم تشابلي بالنكهة الباكستانية الأصيلة، معد من أفضل المكونات الطبيعية والتوابل الباكستانية الفريدة. كباب اللحم تشابلي من خيرات تجعل كل مناسباتك خاصة. احتفل بعشر سنوات من الطعم الأصيل وعيش حياة صحية مع كباب لحم تشابلي من خيرات، الشهي واللذيذ. خيرات 100% طبيعي وشهي.
شباب، أنا رجعت مع القهوة اللي طلبتوها. ها تفضل، أنت لك بلاك بدون سكر، وأنت بلاك مع واحد سكر، وأنت إسبريسو دبل، وأنت لاتيه مع كريمة، وأنت موكا مع حليب، وأنت لك فرابتشينو، وأنت لك واحد كابتشينو. في أريدو نفهم عملائنا ونعرف أن كل واحد يريد شيء مختلف. لها سبب، باقات شهري مصممة لتناسب احتياجاتكم على اختلافها، إن كانت مكالمات أو إنترنت أو غيرها. أريدو، كلك أفكار. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. يمكن ساعتنا الأولى كانت لقاءات يعني، وشوي رحنا في عالم الموضة وعالم أيضا الفعاليات والأنشطة والأخبار والأحداث في مختلف محافظات وولايات السلطنة، ومشاركة أيضا السلطنة من خلال الأيام الثقافية العمانية في بورناي مع زميلنا محمود البلوشي. لكن اليوم إن شاء الله رايحين نبدأ ساعتنا الثانية بأجواءكم، بمتعاتكم وتواصلكم معنا عبر أثير إذاعة الشباب. اللي حاب يشاركنا يسمعنا صوته ويحاول إنه يجرب يعني معنا حظه مع الأغنيات اللي اخترناها اليوم عشان نكشفها في أرقام وأغاني من خلال فقرتنا القادمة. رسلوا رسائلكم، استمتعوا معنا بأجواء المساء إلى تمام السابعة في مساكم أحلى على 24689151. نتواصل في مواقع التواصل ومجموعة من المغردين. نرحب بكل مغردين إذاعة الشباب، آسف على التأخير في قراءة الرسائل، حاولت أن أخلص وأتفرغ لكم ولرسائلكم من خلال هذه المحطة. عبير المالكي تحياتنا لك، شكرا على المتابعة. وليد المعمري قام بتفضيل تغريدات مساكم أحلى اليوم حول الأجواء هذا المساء، عالم الموضة والجمال وموضوع الكلف. أيضا تحياتنا لسالم الحسني يقول مساء الخير عدنان، تحياتي لكم، جميل تخصص فقرة القلب ينبض، ونتمنى لها التوفيق الأخت أسماء بنت حمد المزروعية الأولى على التخصص في شبكة الحاسوب، كل التوفيق لها ولوالدها، وفقرة جميلة جدا. شكرا، جميل تخصصكم وفقراتكم وتخصص أيضا طلابنا، موفقين جميع الطلبة الدارسين في الخارج. وليد المعمري شكرا على المتابعة. أبو دعيج الوهيب يقول مساء الخير، و46 متابع لصفحتنا الآن، انضموا لمتابعة صفحة إذاعة الشباب على آت شباب راديو أمان. تحياتي أبو تقوى يقول تحياتي لضيفتكم ضيفة البرنامج وجميع من يعرف أبو تقوى، شكرا على المتابعة وشكرا لمتابعتك لفقرة ضيف البرنامج. اليوم تكلمنا يعني مع ضيف البرنامج عن صعوبة التعلم عند الأبناء، طبعا هي معلمة صعوبات التعلم من ولاية صحار، شاركتنا اليوم بهذا المحور والموضوع المهم الأستاذة الشيخة الزجالية. نتمنى إن شاء الله الرسالة واصلة لأولياء الأمور. الوجدان مرحبا بك يا الوجدان، تقول مساء الخير جميعا، مساء الخير مريم وعدنان منورين، تحياتنا لكم. وقامت أيضا بتفضيل تغريدة الفعاليات في العاصمة، طبعا الفعاليات فعاليات الأيام الثقافية العمانية في بورناي بحضور معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي، خبر جميل جدا وتغطية جميلة، من مساكم أحلى، مساء الخير تحياتنا لك. فهد البزيدي يقول مساكم أحلى بروعة أجواء السلطنة، دمتم بود تحياتي لكم. أبو خالد الجهوري مساكم نوفمبري، تحياتي لأغانيكم أيضا الوطنية الجميلة المنوعة في مساكم أحلى. محمود الهلالي تحياتي لك، ومحمد الكعبي شكرا على المتابعة. تحياتي للمغردين على آت شباب راديو أمان على صفحة إذاعة الشباب عشان ما نطول السالفة، يعني آت شباب راديو أمان أو صفحة إذاعة الشباب من خلال متابعتكم لصفحة الشباب على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب أيضا بالرسائل النصية القصيرة الواردة على 90456. تحياتنا لك يا أخوي سليمان يقول مثل ورد، تحياتي لك عدنان لمستمعي فقرات البرنامج المميز، من تقدم لتقدم بإذن الله، بإذن الله جميعا نكون معاكم من خلال الدعوات الطيبة. تحياتي لفقراتكم الوطنية وأغانيكم الجميلة في مساكم أحلى. نحن ننتقل لأجوانا بعد الفاصل الغنائي القادم، نرجع إلى أرقام وأغاني، شاركونا على 24 69 8 151. أيوة هغني
بيضحك وفي ظهري بيتلاوى. أيوة هغني عشان الغنى بيهدي وبيطيب ويهون. أيوة هغني على اللي في وشي بيضحك وفي ظهري بيتلاوى. أنا لو هحسب من اللي خدعني حياكم الله من جديد وعودة لمستمعينا وعودة لمتابعينا من مختلف محافظات وولايات السلطنة. تحياتي أيضا لرسائلكم النصية القصيرة الواردة على 90456 المغردين على صفحة إذاعة الشباب على آت شباب راديو أمان. بانتظار المزيد من التغريدات بانتظار أصواتكم على أرقام إذاعة الشباب 24698115. لا تقولوا قلت الأرقام بشكل سريع 24698115 قلتها يعني بكل سهولة عشان تقدروا تسجلوا الرقم. مستمعينا الله اسمعوا الموسيقى هذه طبعا لأغنية محمد الزلعي بس أنا خصصتها لفقرة البرنامج فقرة أرقام وأغاني من خلال متابعتكم وتواصلكم معنا مستمعينا واختياراتكم أيضا. رايح أسمعكم المقطع الغنائي اللي نسأل عنه اليوم. بنروح شوي لألبوم حد من الفنانين بس عليكم تكشفوا الأغنية على أرقام إذاعة الشباب 24698151 بعد ما نسمع المقطع الغنائي. يلا روحي يا مريم. أنا ما أعرف السالفة مريم تحاول دائما تقرب لكم الإجابة يعني. وضحت عنوان الأغنية. مرحبا إذا عندنا مكالمات مريم أكيد نستقبل أصوات مستمعينا على 24698151 والمغردين على آت شباب راديو أمان نحاول نكشف الأغنية أيضا من خلال متابعتهم لفقرة أرقام وأغاني. وحيد مرحبا بك يقول مساء الخير. لا تنسوا أغنية لمنتخبنا الوطني وأكيد إن شاء الله رايحين نلبي لك الطلب يا أخوي. ومرحبا بتغريدتك ومرحبا أيضا بالمستمعين. نبي نسمع أغنية وليد الشامي. حاضرين للطيبين 90456. أيضا التحيات المسائية إن شاء الله تكون واصلة للأحبة من خلال رسائلكم على 90456. مريم ناخذ مكالمة من المستمعين إذا أيضا حاولنا نكشف الأغنية اللي نسأل عنها. نسمع المقطع بعد ذلك ناخذ الصوت اللي رايح يشاركنا بيكشف الأغنية ولمن الأغنية ولا بنخلي الأغنية والمجال لشخص آخر يكشف الأغنية. اسمع المقطع. إذن نحن سعيدين جدا أيضا بتواصل المستمعين. إن شاء الله تتابعوا صباح سعيد وتتواصلوا معاهم أيضا يعني في صباح سعيد. إذا زميل يعني زملاء يوم الجمعة والسبت من خلال الفقرات المنوعة الصباحية وصباح الشباب أيضا من خلال فقرة
طبعا صباحات نوفمبر مع الزميلة سهى الرقيشية. تحياتنا أيضا لهذه الفقرة اللي بالفعل قام بالتفضيل أيضا التغريدة من المستمعين المغردين على صفحة إذاعة الشباب من خلال التغريدات. مرهف الإحساس، همزة وصل، مرحبا بالمتابعة. نسمع فلاشة أرقام وغاني وناخذ جاسم. أرقام وغاني والغاز فناني. جاسم مساء الخير. مساء النور عدنان، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. كيف صحتك يا جاسم؟ مرة الحمد لله. إيش رأيك إيش رأيك اليوم بالموسيقى؟ والله موسيقى جميلة. مسائية يعني اليوم الموسيقى مسائية. مساءكم أنتوا الأحلى دائما. الله يسلمك. من وين تكلمنا جاسم؟ والله من بركة. من بركة. عرفت الأغنية اللي نسأل عنها؟ تقريبا أكثر من أول أحبك. لمن؟ خالد عبد الرحمن. لا لا لا، ما خالد عبد الرحمن. ها ها، إذا تتابع عرب آيدول بتعرف يعني. والله أنا ما أتابع الأغاني وايد. أنت قول لي من الفنانة. هي الأغنية صح أكثر من أول. يمكن أسمع مرة. تسمع المقطع حضري؟ أي نعم. مريم، مريم بتساعدك، اسمع المقطع. عرفت الأغنية؟ والله بعدني ما حضر لي الاسم صراحة. أوه يا جاسم، أوه يا جاسم، أوه يا جاسم، الأغنية قلت عنوانها صح، ما عرفت الفنانة والفنانة. طيب ناخذ المكالمة القادمة يا جاسم. تحياتنا لك يا الغالي، الله يحفظك. شكرا يا جاسم. شيء مكالمة 2-4-6-9-8-1-5-1 رقمنا الدولي على 0-0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. نبى نكشف الأغنية ونسمعها. أم أشرف، مرحبا يا أم أشرف. أهلين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف صحتك يا أم أشرف؟ الحمد لله تمام. من وين تكلمينا؟ حاليا من روي. من روي. ليش زعلان اليوم يا أم أشرف؟ ليش زعلان؟ لأن الحين مخلصة دوامي، مطلع من الدوام. يلا موفقة يا أم أشرف، أنت في الزحمة شكلك اليوم. أيوة كثير في الزحمة. تتابعينا دايما؟ دايما دايما. الله يحفظك. عرفت الأغنية عشان تريحي بالك؟ أيوة، هي للفنانة أحلام. طبعا أكثر من أول. أكثر من أول. ذكرياتك مع هالأغنية يا أم أشرف؟ أوه ذكريات جميلة جدا. يلا نسمعها. إذا نسمع أكثر من أول لأحلام، وإن شاء الله تستمتعي ونخفف عليك مشوار الطريق يا أم أشرف. آمين إن شاء الله. شكرا. أكثر من أول أحبك بس ما أبغى أقول، أخاف لو قلت تتغلى علي. Hip.
تقول لي أحبك التفت برهول من فرحتي فيك تخلق صوتي الأبرار لغبت أحس الدقايق في الغياب الطول وتشبي في غيبتك وصل الحشا جمرة لما تقول إذن أم أشرف هي اللي كشفت الأغنية على طبعا عنوانها أكثر من أول للفنانة أحلام من خلال فقرة أرقام وغاني. أنا برجع شوي للرسائل النصية القصيرة الواردة من المستمعين على 90456 المغردين على آت شباب راديو أمان. تحياتنا للجميع. مساء الخير أخوي عدنان، تحياتي الكبيرة لكم، وتحية أيضا لمستمعين إذاعة الشباب. شكرا على تلبية طلب الأغنية السابقة، واليوم الفنانة أحلام هي الاختيار أيضا من خلال فقرة أرقام وغاني. صح، شكرا لصاحب الرقم 229 نهاية رقم الهاتف النقال للأخ العزيزة والأخت العزيزة. نرجع شوي للتغريدات الواردة من المستمعين ومتابعينا على إذاعة الشباب. من اللي مغرد معانا؟ نقول غرد يا مغرد ومرحبا بك عبر أثير إذاعة الشباب. وإيش بقى في هالمساء غير ترنيمة وقطرات من الحنين وقلب عمره ما ينسى؟ مساكم مساء يشبه طباعكم الراقية. تحياتي لكم وتحياتنا أيضا لصاحب التغريدة، وقمنا بتفضيل التغريدة، هذا التفضيل. أيضا عنا لحن مخترب بيقول شو 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 فيك يا لحن مخترب، وينك اليوم؟ لحن معانا وقلنا من الأغنية اللي يغنيها الفنان القادم في فقرة أرقام وغاني، لكن رايحين نبدأ باستقبال أيضا أصوات الشباب على فقرة أخبار شبابنا ومشاويرهم المسائية على 24 6 9 8 1 5 1. للتواصل مع برنامج مساكم أحلى الاتصال على الرقم 24 6 9 8 1 5 1، ولمستمعينا من خارج السلطنة يمكن الاتصال على الرقم 00 968 24 6 9 8 2 1 8. كما يمكنكم المشاركة على صفحة إذاعة الشباب بتويتر @شباب_أمان_راديو، كما يمكنكم المشاركة عبر الهاشتاج مساكم أحلى عبر تويتر والإنستغرام. مساكم أحلى. أخبار شبابنا وكل شيء نال إعجاب. مساكم أحلى دوم إن شاء الله بتواصلكم ومتابعتكم مستمعينا. ذكرناكم يعني ذكرناكم برقامنا، ذكرناكم بطريقة التواصل، سواء كنتم مغردين على صفحة إذاعة الشباب على آت شباب راديو أمان على هاشتاغ مساكم أحلى، أو على صفحة الانستغرام، أو الرسائل النصية القصيرة اللي ممكن تبعثوا فيه السلام والتحية لأحبابكم في مشاويركم المسائية. مساء الخير أخوي عدنان، سلامي لك ولك وحشة. أحمد الصور، أنت اللي وينك يا أحمد؟ يعني إذا نحن وحشناك فأنت توحشنا أيضا، نبى نسمع صوتك تغني لنا شيء اليوم يا أحمد. اتصل فينا، 7 خطوط منتظر أصوات المستمعين. وهب مساء الخير. مساء النور عدنان، شو أخبارك؟ الحمد لله، كيف صحتك يا وهب؟ تمام الحمد لله. وين مشوارك؟ والله الحين راجع من الدوام رايح البيت. أوه مثقل مثقل شغلك اليوم من الشغل. ها؟ الناس تثقل من الأكل وأنت مثقل من الشغل اليوم. كثير كثير. يعطيك رب الصحة والعافية. آمين آمين. يا مرحبا، داوم الفترة الصباحية وهب؟ أيوة 8 والله إلى 5، من الساعة 8 إلى 5 العصر.
عندك وقت أيوة. استراحة لكن فترة الظهيرة؟ أيوة وقت الظهيرة ساعة. يعني وصلت البيت ولا بعده؟ والله دقيقة أقول وبوصل. دقيقة توصل زين، سمعتنا صوتك أيوة. قبل عن تروح البيت ونكون نحن أيضا معاك في القلب يا وهاب. أنا أحب أسمع البرنامج وبين بيك ما أحب أشتغل يعني عن برنامج هذا، برنامج جميل جدا يعني. الله يسلمك وعافيك. اليوم شوية ممكن يعني احنا تأخرنا عليكم في استقبال الاتصالات والرسائل يعني خصصنا فترة منوعة. حلوة يعني الأمور، يعني برنامج جميل صراحة، يعني صباح الشباب أول شيء وإحنا رايحين ومساء الشباب وإحنا راجعين. الله يسلمك وإن شاء الله مساءاتكم طاقة أهم شيء. أيوة. فكر راقي يا أخوي وهاب. آمين آمين. يا مرحبا أبو وهاب، عرفت الأغنية لما سألتم أشرف ولا لا؟ ما قدرت تخمن اليوم. والله أنا أغاني منتخب اللي حافظ يعني بلبي لك الطلب. أغاني رياضية بس. أفا عليك. أغاني ثانية اللي موجودة سمع. أفا عليك فالك طيب. صراحة عجبتني الأخيرة اللي سويتوها أنتم. جميل يا وهب، أفا عليك بنلبي لك الطلب وفالك طيب يا وهب، شكرا على تواصلك. الله يسلم. طمني عليك عدنان وطمن المستمعين أني أنا موجود وإن شاء الله بأقرب وقت بأخذ شوية وقت وبتصل فيكم. حاضرين يا أحمد الصوري، مرحبا بك. معنا مكالمة وصوت جديد 2-4-6-9-8-1-5-1. أخبار شبابنا وأصواتهم ومساكم أحلى إن شاء الله دوم مستمعنا. والله لبالي الطلب بشكل سريع أحمد. مرحبا يا أحمد، مساك الله بالخير. عدنان كيف حالك؟ مساء النور والسرور. الله يعطيك العافية. عاد اليوم اللي بسجل لك غياب. عاد أسبوع كامل أتواصلت معك. والله الله يسلمك يا أحمد. أنا بسمع شيء اليوم لراشد الماجد، ما أدري بصوتك، وبعدين أنتقل عاد أيضا للأغنية. الله يسلمك. شو بتسمعني لراشد؟ والله ما محضر راشد، بس بسمع أغنية من ذوقي كذا. يلا من ذوقك، يلا نسمع نسمع. روح يا مريم، عطي عطي إحساس. يلا خايف أقول لك كلام تزعل وتنساني، واصبر مع الأوهام في اليوم والتالي. خايف أقول لك كلام تزعل وتنساني، خايف من الأيام تفضح ليالينا ونجدد الأحلام وتعيد ماضينا. خايف أقول لك كلام تزعل وتنساني، يا عيني لو تدرين إن البخت عيا طال الغياب سنين بعد على الجية. خايف أقول لك كلام تزعل وتنساني. الله عليك يا أحمد، الله عليك. أنا بغني الحين يا أحمد، خليتني أتشوق إني أغني، بس ما أدري عاد صوتي زين ولا لا يا أحمد. أنا متصل بس شخصيا لك، يعني كنت راسل مسج أطمن عليك. أطمن عليك. الله يسلمك، شكرا يا أحمد، كل خير. تحياتنا لك وتحياتنا أيضا لكل متابعينا في مختلف محافظات وولايات السلطنة. هذا يا أخبار أحمد وهب، ما أدري إذا عندنا مكالمة نستقبلها وصوت جديد، لكن أسمع المقطع القادم. مرحبا بمستمعينا على 2-4-6-9-8-1-5-1. مساكم جميل، مساكم حب في أرض عمان، وتحياتنا للجميع. مساكم نور وبخور، مساءك نور. يا مرحبا يا أخوي خالد، وتحياتنا أيضا لبدر الزجالي يقول مساء الخير للجميع. مساءك نور يا أبو وسام، الله يحفظك، شكرا على متابعتك للبرنامج ونتمنى لك مشوار طيب بإذن الله. وتحياتنا لشفيق. شفيق مرحبا. أهلين عدنان، السلام عليكم. عليكم السلام. يعني إذا ما أسأل عنكم ما بتتصلوا فيني اليوم يا شفيق؟ لا والله إحنا نسأل عنك دائما، بس ما في فرصة أنك تكلمنا، أحبابك وايد. الله يسلمك. لا بالعكس، 7 خطوط لكم ويعني ساعتين على الهواء نسمع صوتكم، هذا شيء طيب يعني يا أخوي شفيق. يعطيك العافية يا أخوي عدنان. الله يسلمك. ها شو بتسمعني يا شفيق؟ شو بتسمعني؟ والله محتار شو أسمعك. قول. خلاص بسمعك أحلام. أحلام؟ أحلام. أي أغنية؟ أكثر من أول أحبك. أنت هنا سمعين أكثر من أول، سمعنا شيء ثاني.
بس بغيظك مثلا شيء يعني كذا فرفش بتغيظني مثلا ان صوتي انا حلو او شيء يعني كذا من هالاغاني الخاصه باحلام لا استاذي عمر العين ما تعلق حاجه الله يسلمك يا شفيق قول لي شو زين خلاص انت قبل شوي كنت تبي راشد الماجد انا راح اسمع شيء راشد يلا سمعني توصي شيء انا بكره انسى وبالليلة سافر قبل باشا لكن قبل مرحل وديتار ترى موتي ولا موت المشاعر أنا رتبت جرحي مع ثيابي واخذت احزاني والامي تذاكر يروح العمر ما راح السنين صحيح اللي يقول الهم كافر الهم كافر يا اخوي ما بسافر انا اذا الهم كافر يا شفيق لا خلاص ان شاء الله راح تكون في اجازه لك وتسافر اي مكان فيه الله يسلمك يا شفيق مرحبا فيك متى بتزورونا انت واحمد يعني متى ناويين تزوروا استوديو اذاعه الشباب والله الوقت اللي يناسب استاذي وانا مستعد ان شاء الله الله يسلمك مرحبا بك شفيق سعيد جدا بسمع صوتك اليوم اهم شيء طمنت احبابك وطمنتنا عليك يا شفيق لا موجود استاذي وان شاء الله راح اكون متواجد معك اكثر واكثر باذن الله تحياتنا لك بعد اسمع الجديد ها اسمع الاغاني الجديده وسمعنا عد الاغاني الجديده بصوتك من خلال فقره اخبار شبابنا ولا يهمك تسلم يا شفيق تسلم شكرا ناخذ ايضا مكالمه جديده 2 4 6 9 8 1 5 1 ومرحبا بالجميع مرحبا بأصواتكم ومرحبا أيضا بالمغردين على آت شباب راديو أمان تحياتنا للجميع 90456 الرسائل النصية القصيرة رايح نلبي لكم طلبات الاختيارات الغنائية ما بعد البرنامج يعني الفترة الغنائية الخاصة بعد البرنامج قبل برنامج خليجي 22 إن شاء الله كل الأغاني اللي اخترتوها بتسمعوها في الفترة الغنائية بعد مساكم أحلى نرحب أيضا بالرسائل النصية القصيرة الواردة تحياتي لمحمد يا مرحبا يا محمد يقول مساء الخير مساء السعادة تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الشباب بالفعل أجواء رائعة جدا معاكم مسائية فهد البلوشي مساء الخير الله يسلمك يقولوا مساءنا يعني جو مختلف لأن الأول ما شغلت الراديو وأنا طالع من البيت ما حاولت أغير عن القناة لأن صراحة الموضوع عجبني والفرحة جدا جميلة وصوتك أجمل يعني عاد أنت أثبت لي في مكان عشان أسمع صوتك يا فهد كيف 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 أثبت لي الحين في مكان عشان أسمعك الحين موقف على الرصيف وداقي شارع خطر يعني ما حد يقرب يلا الأمور طيبة كذا أباك يا فهد جدا جدا إن شاء الله جدا قول لي شو بتسمعني أسمعك حاليا الحين صوتي مثل ما انت سامع لكن بسمعك يعني لان متصل اساسا عشان اشارك يعني وهذه اول مشاركه صراحه يا مرحبا فبسمعك اغنيه من الحاني وكلمات استاذ نور البادية اغنيه وطنيه ان شاء الله المفروض اني يعني كنت انزلها بس للاسف ما خلص توزيعها هذه الامور فان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله هي الاغنيه تقول للمحبه الف وجه والف لون بس أحب أعمال ما لا بالمثيل في بلاد العز والخير العميم أشرقت بالنور كالفجر الجميل حن مشينا دربها أعزن وشوق صاينين العهد أبدا ما نميل حن دربها عز وشوق صاينين العهد أبدا ما نمي والولا منا لجل قابوسنا
بني الأوطان سلطان القلوب والولا منا لجل قابوسنا بني الأوطان سلطان القلوب بني الأوطان سلطان القلوب الله عليك يا فهد. فهد أقول لك لا تسكر وخليك مع غرفة التحكم وعطينا رقمك وإن شاء الله تكون معانا في استوديو إذاعة الشباب. تمام خليك مع مريم الزميلة مريم بتاخذ رقمك. تمام شكرا يا فهد موفق. الله يحفظك مريم خذي رقم فهد. وأنا سعيد جدا بسماع أصواتكم. ننتقل أيضا إلى فقراتنا ما بعد أيضا فترة صلاة العشاء بإذن الله. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أسمعك مريم. مريم أسمعك. أنت ما تسمعين. ألو مريم. ألو مريم أسمعك. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي. مستمعينا يرفع الآن على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. من إذاعة سلطنة عمان نرفع على مسامعكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. يا ليت ما خلوني في كوني ضايع وحالي حال أبكي وتهل عيوني يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حال أبكي وتهل عيوني أحزوني وتبدلت الأحوال بفرقك أظلم كوني عزوني وصالي
صدري حمول ذقى أفضيت أنا مكنوني بالهوني متكسبه بالعلال يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حالي يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حالي أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال لك الغلا مضموني مصيوني لو فرقت لاجع والقلب لك مرهوني وشجوني وذكرك يريح البعد والناس ما يدروني فشجوني وان العنا بإيطاليا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال يا ليت ما خلوني أبكي أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال إذاعة الشباب من سلطنة عمان كلنا نحب نكون غير لما تكون غير تتميز لها سبب باقات شهري من أريدو مصممة خصيصا لتناسبك وتخليك تستعمل موبايلك على طريقتك تحب المكالمات الطويلة أو الرسائل النصية أكثر تحب المكالمات الدولية أو الإنترنت طول نهاية الأسبوع أو الدردشة طول الليل أنت من اللي يحبون السوالف أو الإنترنت أكثر مع شهري الكل يلاقي اللي يحبه اختار الباقة اللي تناسبك وتخليك على طبيعتك لأنك غير وما في مثلك أريدو كلك أفكار خلال الثواني القادمة تخيل معاناتك في محل الحلاقة EMC يقدم لك استشارة مجانية عن تحديد اللحية بالليزر ويخلصك من الحلاقة ومشاكلها لتحافظ لحيتك على شكلها المميز بشكل دائم بالإضافة إلى بطاقة تستاهل التي تخولك للحصول على جلسة ليزر مجانية للحجز والاستفسار في كل فروعنا في السلطنة شاطئ القرم صحار صلالة والموالح 24-60-45-40 EMC للصحة الجلدية والعلاج بالليزر الثقة والجمال الصفا للأغذية تدشن خيرات كباب اللحم تشابلي بالنكهة الباكستانية الأصيلة معد من أفضل المكونات الطبيعية والتوابل الباكستانية الفريدة كباب اللحم تشابلي من خيرات تجعل كل مناسباتك خاصة احتفل بعشر سنوات من الطعم الأصيل وعيش حياة صحية مع كباب لحم تشابلي من خيرات الشهي واللذيذ خيرات 100% طبيعي وشهي مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب FM يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب FM أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى أحلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا أخبار وفن معنا ومن كل جديد أحلى مساكم أحلى أحلى مساكم حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة ما بقى من عمر البرنامج الكثير
بقى يعني وقت قليل جدا، 10 دقائق ونختم لقائنا معاكم، لكن نرجع للمقطع الغنائي اللي نسأل عنه في فقرة أرقام وأغاني. نسمع المقطع من جديد ونذكر مستمعينا ونسمع أصواتهم ونشاركهم أيضا أصواتهم الطيبة من خلال الغناء إذا كانوا أصحاب إحساس يعني جميل جدا من خلال متابعتهم لمحطاتنا المسائية في مساكم أحلى. مرحبا بالمغردين على صفحة إذاعة الشباب من سلطنة عمان على 90456، الرسائل النصية القصيرة، رقم البرنامج 7 خطوط بانتظار الأحبة على 24698151، الرقم الدولي على 00968246968218. بس خلاص وضحنا عنوان الأغنية يا جماعة. نرجع إذا مريم، ما أعرف يعني مسألة أنها تساعدكم وتحبكم كثير يعني تساعد كل مستمعينا عشان تستمتعوا بالأغاني في مشاويركم. معنا مكالمة ومعنا صوت جديد وأصوات الأحبة كثيرة أخواننا وخواتنا، ومرحبا بالجميع وكل من انضم لمتابعة إذاعة الشباب من سلطنة عمان. معنا مكالمة مريم من المستمعين اللي معنا. محسن، السلام عليكم يا محسن. وعليك السلام لحدنا، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك يا محسن؟ إن شاء الله طيب. وعليكم السلام لحدنا، كيف حالك؟ حياك الله يا مرحبا يا محسن. عساك بخير، كيف صديق بخير؟ الحمد لله بخير، دامك بخير. أول شيء أبي أسلم عليكم وأهني صاحب جاية بخلو معيز بطني وأشكر الله تعالى على سلامته، هذا أهم شيء. يا مرحبا بك، يا مرحبا يا أخوي محسن، حياك الله. يعطيك العافية إن شاء الله. قول لي، عرفت الأغنية؟ والله الأغنية ما عرفتها صراحة. ما عرفتها؟ ما عرفتها لا والله. نبى نحن نخليك تستمتع في مشوارك يا محسن. اي نعم، الحين جاي من الدوام. نعم الحمد لله. ان شاء الله بتستمتع لنهاية لقانا معاك يا محسن. شكرا. الله يعزك، الله يرضيك لخزان، صراحة بتعين عندكم يا كثير، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله يسلمك، ان شاء الله هذا التنوع من الفقرات ايضا ترضيكم كمستمعين ومتابعين لإذاعتنا. يعني صراحة برنامج كلكم زين، يعني برنامج صباح برنامج مساء كله زين. الله يسلمك، شكرا لك. الله تعالى نشكر الله تعالى كل حال. الحمد لله رب العالمين، شكرا لك يا محسن، الله يحفظك ومشوار خير ان شاء الله مشوارك. ناخذ سامي، اذا نتصل بسامي، لكن ناخذ المكالمه قبل سامي، ناخذ مكالمه من المتصلين وبعد ذلك ناخذ سامي نسمع صوته ايضا. مرحبا. 24698151، وحاولي تتصلي بسامي ايضا، حاب كان يغني هو اللي اخره 55. دهدرت مريم. طيب عن نقرأ الرسائل أيضا الواردة على 90456. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بإذن الله. سالم بن ربيع بن محمد جامودي، مرحبا بك، تحياتنا لك، شكرا على المتابعة. ومرحبا أيضا بالجميع، وتحياتنا أيضا لأخوي محمد الكعبي، مرحبا بك يا محمد، سعيد جدا بإطرائك الطيب، ومرحبا بهالي عبري، يعني إن شاء الله نسمع صوتكم اليوم. سامي مساء الخير. الأنوار، عدنان أخبارك؟ كيف الحال؟ يا هلا فيك والله. أنت وين يا سامي؟ يعني اليوم الكل شاركنا لكن قلنا لازم تسجل حضورك أيضا مع الأصوات الحلوة. الله يخليك والله، والله تعرف مشاغل الدنيا وكي على البرد، دخلنا على أجواء ثانية والدوامات، يا الله معذورين إن شاء الله. موفق يا سامي، الله يحفظك يا رب. جميعا إن شاء الله، كيفكم، شو أخباركم؟ نحن بخير، دامك بخير طال عمرك. والله تشاركتكم على آخر الوقت عاد سموحة. الله يسلمك، قول لي إيش بتسمعنا؟ والله آمرني أنت تدل إيش تحب تسمع اليوم. أنا قلت لك إيش أحب أسمع، عبد المجيد طبعا. حاضرين إن شاء الله. الله أكبر غلاك ينبض بحبك وفؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي،
انت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب. عاد سموحة ترى الصوت في تعبان وانا مو حافظ. الله يسلمك يا سامي، اهم شيء طمنا عليك وصديق دائم للبرنامج، سعيد جدا بتواصلك معنا، شكرا على المتابعة. آه سامي ليك يا قلبي، احسنك ما تقصر. نحن حبينا بس نسجل حضورك انت والشباب، سلم على الشباب والربع. تسلم يا الغالي. الله يسلمك. عندنا مكالمة مريم، إذا شيء مكالمة ناخذها، نحاول نكشف الأغنية في ختام لقانا مع المستمعين 2-4-6-9-8-1-5-1. نسمع المقطع بعد ذلك أيضا ناخذ المكالمة القادمة من المستمع العزيز اللي متابع أيضا محطاتنا المسائية عبر أثير إذاعة الشباب في مساكم أحلى. مساء الخير، حبيت أغنية ملاذ الطير بعد نهاية اللقاء في برنامجكم، أسمعها في الفترة الغنائية بإذن الله، لأن ما بقى من عمر البرنامج الكثير عشان لبي لكم أيضا الاختيارات الغنائية. أبو محمد مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ كيف حالك يا أبو محمد؟ الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يسلمك، بتغني ولا بنسمع المقطع الغنائي اللي نسأل عنه؟ لا بسمعك صوتي بس على الخفيف يعني. يلا سمعنا صوتك، أي أغنية ولمن؟ طبعا عبد المجيد يعني. بعد عبد المجيد، انزين الأغنية ترى القادمة لعبد المجيد اللي نسأل عنه يا أبو محمد. لا بس عشان انت تحب عبد المجيد كنا يلا بنسمع. يلا انزل نسمع عبد المجيد. قول. من ترايك فيك شي وانت ضايق، من تسي طبعك ولا هذا مزاجة، التشكل شوي محتاج الدقايق، التفتني شوي محتاج الدقايق، أنا ما صدقت أشوفك وانت واجع، من تراها. أنا رايق صدقني يا أبو محمد رايق. الله يبارك فيك. الله يسلمك. إذا أنا بكشف الأغنية بنفسي واخترت هالأغنية وكانت لغز حلقة اليوم لكن ما جاوبت عليها، إيش رأيك تجرب إنك تعرف عنوان الأغنية دامك غنيت لي عبد المجيد عبد الله؟ الأغنية لعبد المجيد عبد الله بس إيش عنوانها؟ اسمع المقطع. اسمع يا أبو محمد، سمعي مريم مقطع. عرفت الأغنية أبو محمد؟ لا للأسف ما قد في بال أبدا. من كثر ما مسرعتها مريم، إيش عنوان الأغنية مريم؟ ذكريني. عنوانها أموت بحبك لعبد المجيد عبد الله. اسمعها واستمتع فيها. تمام. نسمعها مع بعض؟ طيب نسمعها. تفضل يا أبو محمد. بنسمع عبد المجيد ونختم لقانا مع المستمعين اليوم، رايح يجدد اللقاء اكيد بتواصلكم بكره بفقرات البرنامج. جاهزه مريم؟ تفضلي عندك بغرفه التحكم، ما ادري تقول لي راحت الاغنيه عني. طيب نسمع بس على الاقل شوي مقطع من عبد المجيد، الاغنيه كشفناها. يلا روحي. لا بتسوي لكم مكسات اليوم مريم، عبد المجيد نبا عبد المجيد يا مريم. تحياتنا أيضا للجميع، هذه الأغنية بنسمعها بالكامل في نهاية اللقاء، أيضا الطلب على أغنية ملاذ الطير رايحين نلبي لكم الطلب بإذن الله. تحياتي أيضا للمغردين على صفحة آت شباب راديو أمان. تحياتي للجميع، مساء الخير، حبيت صوت سامي وصوت جميل جدا في الغناء، تحياتي لكم. نسمع عبد المجيد، اذا هذه الاغنيه لعبد المجيد في لغز ارقام واغاني لليوم، بديت انا اللي عك. طيب يلا روحي. انا ما لاقي يصعب عليك فراقي، صادق انا بشواقي ولو تكذب عشك ذبك، مثلك انا ما لاقي يصعب عليك فراقي، صادق أنا بشواقي ولو تكذب عشق ذبك، ربك ترى يحييني وصوتك أنا يهديني، وعدك ترى يبكيني لبكي بعاني، ربك ربك ترى يحييني وصوتك أنا يهديني، وعدك ترى يبكيني.
تغيب عني وربك تحياتنا لمستمعينا في مساكم أحلى. وصلنا إلى نهاية لقانا معاكم ويعني بهذا الخبر أيضا الأخير، افتتحت بسائر محلات كارفور هايبر ماركت في السلطنة اليوم فعاليات معرض المنتجات العمانية التي تنظم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ويأتي ذلك ضمن سلسلة معارض حملة عماني 2014 وتزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 44 المجيد، ويستمر حتى 20 من نفس الشهر. ويعتبر المعرض وسيلة تسويقية توعوية ومن بين الوسائل والمبادرات المختلفة التي تتبناها المؤسسات العامة للمناطق الصناعية لدفع عجلة المنتجات العمانية إلى الأمام وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في النتاج المحلي للسلطنة بغاية تنويع مصادر الدخل. ويشهد المعرض هذه الزيارة الأولى من عدد من المؤسسات أيضا الصغيرة والمتوسطة التي ستقوم بعرض منتجاتها خلال الفترة القادمة وبيعها مقارنة بالأعوام الماضية. ويأتي مواصلة طبعا الجهود المستمرة التي تبذلها الحملة الوطنية للترويج حول المنتجات العمانية عماني لتوعية المستهلك العماني أو المقيم بأهمية اقتناء المنتج العماني في سائر محافظات السلطنة. نتمنى التوفيق أيضا للمنتجات أيضا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرض حملة عماني 2014. مساكم وطن، مساكم عطاء، وفعاليات وأنشطة مستمرة في أيام نوفمبر. نلتقيكم غدا بإذن الله بمحطات جديدة عبر أثير إذاعة الشباب. اليوم إن شاء الله سهرتكم الرياضية زميلة سلوى الخنبشية بتكون وحدها في خليجي 22، أجواء رياضية مع الحدث الرياضي الأبرز. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وتحياتنا للجميع، وتحياتنا أيضا للأستاذ أحمد بن حمدان، أستاذ أحمد بن درويش الحمداني، وتحياتنا للزملاء اللي متواصلين معاكم. تابعوا إن شاء الله الحدث الرياضي في تمام 8 إلى 10 مساءً.